من هم هاروت وماروت؟ قصة أثرت جدل واسع عبر العصور. ملكان منزلان كانا يعلمان الناس السحر، ورغم أن الملائكة معصومين عن الذنوب وأن السحر من أكبر الذنوب، أمران متناقضان. قصة هاروت وماروت مذكورة في القرآن الكريم وفي جميع الكتب السماوية، روايات صادمة وأكثر. هل حقا لا يزال في عالمنا حتى اليوم؟ دعونا نبحث عن تفاصيل القصة كاملة. سمعنا كثيرا عن نزول الملائكة من السماء، سواء ليوصلوا رسالة الأنبياء أو لقبض الأرواح أو لتسجيل الحسنات والسيئات على بني آدم، ولكن هل سمعتم عن ملكين أنزلا من السماء في مدينة بابل لتعليم الناس السحر؟ هاروت وماروت. وعلى حسب الرواية اليهودية أن الملائكة غضبوا من أعمال بني آدم وعصيانهم لله وكثرة أخطائهم، وطلبوا من الله عز وجل أن يسلطهم على بني آدم. فكان جواب الرب للملائكة أنكم إذا نزلتم إلى الأرض فسوف تستولي عليكم شهواتها. فطلب الملكان أن ينزلا إلى الأرض ويسكنا فيها ليقدسوا اسم الله على الأرض، فهبطا سبحا ومجدا وعبدا الخالق إلى أن جاء يوم وارتكبوا فيه المعاصي الكبرى بسبب فتاة رائعة الجمال اسمها في التلمود استير وفي اللغة العربية الزهرة. لقد ورد ذكر هاروت وماروت في القرآن الكريم في سورة البقرة، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما عن سبب نزول هذه الآية فهو سؤال اليهود سيدنا محمد عن السحر واتهامهم نبي الله سليمان بأنه كان ساحرا يركب الريح ويكلم الحيوانات، فأنزلت هذه الآية لتكذبهم وتبرئ نبي الله سليمان عليه السلام. والسؤال، ماذا حدث للملكين هاروت وماروت بعد أن عصيا الله عز وجل؟ وأين هما اليوم؟ هناك تفسيران أو روايتان. الرواية الأولى تقول أن الملكين قد عصيا الله وأذنبا، والرواية الثانية أنهما أنزلا بأمر الله عز وجل حتى يعلمان الناس السحر ليفرقا بينه وبين معجزات الأنبياء. وعلى حسب هذه الرواية التي ترفض معصية الملكين بحكم عصمتهم، فهي لم تزد على آيات القرآن شيء، بل اكتفت بتفسير سبب نزول الملكين. ومن المعروف أن الملائكة تعود إلى السماء بعد إتمام المهمة التي نزلت لأجلها، ويقال أنهما صعدا إلى السماء بعد إتمام مهمتهما. أما الرواية الثانية فهي تقول أنه بعد أن عصيا الملكان أوامر الله فقدوا كل صفاتهم الملائكية وحبسوا في الأرض، ثم تابا إلى الله عز وجل فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا. ولكن ما كان عذابهما؟ يقال أنهما ربطا بسلاسل حديدية وهما منكسا الرأس، أي إن أرجلهما كانت إلى أعلى ووجوههما إلى أسفل في أحد آبار بابل، ويقال أن عذابهما مستمر حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. شيء مرعب، والله وحده يعلم. ولكن ما نستفيد منه من قصة هاروت وماروت أن الملائكة معصومة بأمر الله عز وجل، وأن الإنسان المخير بين الطاعة والمعصية. إن هو تحكم بنفسه وشهواتها فهو يرقى بنفسه ويسمو فوق الملائكة، أما إذا استسلم لشهواته فهو ينحذر بنفسه ليهبط بها ويكون مع الشيطان الذي عصى الله عز وجل وتمرد على طاعته. فنهاية كل من يعصي الله سواء كان من البشر أو الجن أو حتى الملائكة كما في حالة الملكين هاروت وماروت هي عذاب الله والخلود في النار إن لم يتوبوا ويستغفروا ويرجعوا إلى الله عز وجل. انتهت قصتنا اليوم، ولن تنتهي القصص والحكاية في قناة ميموز. إذا أعجبكم المحتوى أرجو دعمي بالإعجاب والاشتراك في القناة حتى أستطيع أن أستمر وأواصل إن شاء الله، وليصلكم كل جديد.